بنا سيد معزوز فريد حتى يقدم لنا بعض النصائح فيما يخص يعني عالم النباتات من خلال فقرة الركن الأخضر. رحبوا بك سيد معزوز، بارك الله فيك، أنك خبير في الفلاحة البيولوجية. بالتأكيد. صباح الخير، وصباح الخير لكل المشاهدين. يعني كما عودنا ان المشاهدين في كل مره يعني نجيبوا موضوع او نبته نتحدثوا عليها، ونقدموا بعض النصائح. يعني ماذا بنا كل مره نجيبوا يعني امر يعني اللي اغلبيه يعني الناس يعني اللي راهم يتعاملوا مع النباتات يعني العاديه، ما حش نتكلموا على النباتات يعني اللي غير عاديه، نتكلموا مع كيف كل واحد فينا قلنا من كل مساحه صغيره نديروا ان شاء الله حديقه جميله. هذا هو الهدف ديالنا من هذه الحصه ان شاء الله. الله، واليوم جبت لنا نبتة يعني صعب نقولوا النمو نتاعها، لازم فيها يعني نقولوا احنا مقاييس حتى تنمو بشكل جيد. لا روكاريا اقول هي النبتة اللي جبتها لنا اليوم. بالتاكيد اليوم نتكلموا على هذه النبتة لانه علاها يعني كاين بزاف الناس اللي يحبوا هذه النبتة، يعني خاطرش وعلاه هذه النبتة يعني تنمو حتى النمو ديالها يعني دي فوا يتعدى 4 أمتار. إلا كنا نعرفوا كيفاه نتعاملوا معها. يلا نبداو، كيفاش بداية كيفاش نغرسوها؟ يعني كما تكلمنا عن مقبل في حصص سابقة قلنا هل عندها نوع كذلك تربة اللي لازم نوعية التربة؟ قلنا يعني كل النبتة يعني عندها المتطلبات ديالها. كما هذه النبتة كما تكلمنا يعني في حصص سابقة يعني تكلمنا على أرض خصبة، يعني لازم المشاهدين يتبعونا شوية ويعرفوا باللي الارض الخصبه. قلنا واش معناتها ارض خصبه؟ معناتها نبتعدوا قلنا على لافيون تجيفولا يعني فضلات نتاع الدجاج، ونبتعدوا على فضلات نتاع الابقار لانهم يعني عندهم اضرار كبيره على اي نبته يغرسوها او النبته اللي مغروسه. وقلنا يعني خصوبه الارض، وفهمنا يعني من قبل كيف نخصبوا الارض وكيف يعني نحضروا يعني سماد عضوي، هذه قلناها من قبل. اذا هذه النبته قلنا باش تنمو النمو الصحي صحيح هذه النبته تحب ارض خصبه. ان سول تري ريش اون ماتير اورجانيك، يعني ارض يعني ذات خصوبه عاليه بالمواد العضويه. ولا ما كانتش الارض خصبه بالمواد العضويه هذه النبته ما تشت وتموت. ولا كانت الارض خصبه هذه النبته تطلع حتى يعني 4 أمتار، يعني في بعض المناطق لحقت وين وصلت 6 أمتار. يعني وهذه وعندها جمال يعني ما شاء الله. راك شوف اللي خضور ديالها يعني ما شاء الله. صح. وهذه لما تكبر هذه لازم لها هذه نتكلموها يعني تكون يعني المساحه ديالها شويه كبيره، يعني تكون عندنا حديقه اللي وعلاه تطلع يعني وتمد يعني منظر جميل. يعني ما نقدروش نغرسوها او نحطوها داخل البيت، لازم دائما تكون في حديقه، وكذلك نحكوا على المحيط المناسب لها حتى تنمو بشكل جيد. هذه في الاصل شيء يعني تحب يعني مثلا كما مثلا الاراضي الصحراويه ما تنجح لهمش، نتفاهموا بكل صراحه، هذه تنجح يعني في محيط اللي يكون عليه عنده يعني نسبه من الرطوبه. اوكي، يعني هذا بالنسبه للجو. نعم بالنسبه يعني للجو. ولازم لها هذه قلنا لازم لها الاولى نعاودوا نرجع لازم لها يعني تربه خصبه، وفي الغرس ديالها لازم ما نغرسوهاش في الاورسول. كاين اللي عندهم لي بوتي جاردان، وفي هذوك لي بوتي جاردان كيسك يلفون يعني عندهم الاورسول يعني تحت التربه. واش كاين؟ كاين الاسمنت، يعني النسبة نتاع التربة ما تتعداش يعني مثلا دي فوا يعني نص متر ولا. صح. وهذه لازم باش تطلع لازم الجذور ديالها يمشوا. ومام المواطنين نقول لهم الناس اللي هم يشوفوا هذه الجذور ديالها ما يديروش يعني لازم نهيئوا لها يعني مساحة مناسبة حتى باش تنمو. بالتأكيد لازم لها مساحة، مثلا كاين اللي يقدر مثلا عنده أمبو مثلا كبير ولا يعني ما تنموش بزاف، هي يعني نبتة جميلة بالبزاف. يعني تنمو على حساب يعني التربه اللي راهي كاينه. الا خليناها دوزامبو بار اكزومبل كيما هذه ما زيدش فوق هكذا، هذا هو يعني زيد غير شويه يعني وتحبس، لانه وعداه كيما يمشوا الجذور كيما تطلع على الفوق. هذا هو اللي لازم يعرفوها المشاهدين. وكاين كثير يعني من كذلك من الناس اللي يعني ما نجحوش في بعد ما غرسوها اللي ماتت لهم. والله قلها لك يعني حتى يعني في واحد المسجد يعني من المساجد يعني غرسوها يعني من باب الزينه، وحتى شفنا يعني طلعت يعني واحد سنتين ومن بعدها يعني وحده منهم ماتت. لما تعاملنا مع الزوج اللي بقاو يعني بطريقه علميه، يعني تعاملنا معه بطريقه علميه،
هذوك يعني نجحوا. هنا نبين لك حاجه، المشكل ماهوش في النبته، المشكل كيف احنا نتعاملوا مع هذه النبته. الا تعاملنا مع النبته بطريقه علميه بطريقه صحيحه راح تنمو، اما اذا ما تعاملناش معها بطريقه صحيحه ما تنموش. مع انه هذه النبته قلت لك يعني اغلبيه يعني تاع الناس اللي عندهم لي بتي جاردان هكذا يعني نبته ما شاء الله يعني لو يحبوها بالبزاف، لكن يقول لك انايا ما تنجحليش، ماشي هي اللي ما نجحتلكش. وقلنا التربه يعني الخصبه يعني الصول يعني هي مساهمه يعني بشكل كبير، يعني التراب الاحمر وتراب الكحل وتراب لا، قلنا لازم نتعلموا كيف احنا نحضروا يعني التربه ديالنا. اون دوا اون ريشير ابروندر اون ريشير لو سول ديالنا، لازم نتعلموا كيف نثري التربه ديالنا بمواد صحيه صحيحه كغذاء صحيح للنبته. والنبته من المستحيل النبته بنفسها لما تتغذى غذاء صحيح هي تكون تقاوم الامراض وتقاوم حتى يعني التقلبات الجويه وكذا. كل انسان تاكلي مليح الحمد لله تلقاي روحك تمشي مليح كذا، تقدري تقومي بالاعمال ديالك. نفس الشيء بالنسبه لها كائن حي صح، يعني وبالنسبه لها يعني تقدر انها تنمو داخل البيت او لا او نحطوها للزينه او نحطوها للزينه داخل يعني البيت. من المستحسن تكون برا يعني بتكون تكون برا، معليش كاين اللي ربما يستعملوها في المدخل مثلا في المدخل مثلا ما يعني باغ اكزومبل في لي بالكون ولا نقدروا نستعملوها. يعني هي مين نقول للمواطن لازم يعرف كل ما يعني ما تنصحهمش انا تبقى داخل يعني المساحه يعني عريضه تكون النبته تطلع. اما باغ اكزومبل شوفي دون سيب دون سو بولا يعني النبته هذه تقدر تزيد لك غير شويه، لانه معناه الجذور هذا واش طلعوا هي تطلع على حساب يعني مي النبته يعني نبته يعني تمد مظهر يعني لائق. وحنا واش قلنا؟ قلنا احنا ماذا بينا ان شاء الله كل مواطن اللي ما يحب يدير حاجه يديرها، خاصة يعني وعلا قلنا برا لأنه والله نتكلموها بكل صراحة نغتنموا هذه الفرصة. يعني والله شفنا يعني حتى يعني الدولة يعني دات ميزانية في المساحة الخضراء، وشفنا بعض المواطنين يقوموا بأفعال يعني همجية أنهم يقتلعوا يعني بعض النباتات ما يشوفوش يعني المجهودات اللي راهم يديروها ناس، خاصة يعني الورود. والله مرة أنا لاحظت يعني سيدة حطت من السيارة ديالها دخلت مساحة خضراء يعني اقتلعت نبتة، وهذا يعني هذه افعال غير حضاريه اللي على بالك يعني تسيء يعني حتى يعني ماذا بينا اللي نغرسوا برا نغرسوا نباتات حتى اللي ما تمتش يعني ورود، وعلى لان الورد على بالك ثاني يجلب الاطفال دائما للزينه. لذا يعني احنا ماذا بينا باذن الله ان شاء الله كيف هي يعني من كل مساحه صغيره نديروا ان شاء الله يعني منظر يكون ان شاء الله جيد لائق يعني حضاري اللي يعطينا صوره حضاريه، خاصه احنا يعني مجتمع الحمد لله عندنا تاريخ كبير يعني وعندنا حضاره عارقه اللي لازم علينا نتعاملوا يعني بطريقه حضاريه باش نعطوا الوجه يعني لائق يعني يعني الازقه ديالنا والمدينه ديالنا ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك الصحه استاذ معزوز فريد، وبرك نذكروا انك خبير في الفلاحه البيولوجيه على النصائح اللي قدمتم لنا لنها اليوم فيما يخص النبته اللي جبتها لنا اليوم لاغوكاريا. اقول يعطيك الصحه. لا شكرا على الواجب، باذن الله ان شاء الله في كل اسبوع ان شاء الله نحاولوا كيف نعطوا ان شاء الله توجيهات ونصائح ان شاء الله ايجابيه ان شاء الله. دائما.